الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المسافر من الخرج إلى الرياض يقصر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأحكام التي وردت في الشرع ولم يرد لها حد لا في الشرع ولا في اللغة فإنها تحد بالعرف، فهذا يختلف باختلاف عرف أهل الخرج. فإذا كان العرف العام السائد الغالب يعدونه سفرا فإن لهم أن يترخصوا برخص السفر، وإذا كانوا لا يعدونه سفرا فليس بالسفر الذي تثبت فيه أحكام السفر. فالأمر مبني على العرف، وبما أنني لست من أهل الخرج فنحن نحيل الأمر إلى أهل الخرج، فإذا كانوا يعدونه سفرا فلا بأس أن يترخصوا برخص السفر، وإذا كانوا يعدونه غير سفر فلا حق لهم أن يترخصوا، والله أعلم.